دينامية كبيرة، منطقة فلاحية سياحية صناعية، كاين جوف الصفاق. وبالتالي الدور ديال الوكالة الحضرية أساسي في مواكبة التحولات والتغيرات والدينامية حيث عدة جوانب. كان أولا كل يتعلق بوضع التعمير، القضية ديال التخطيط على أساسيات وضع التعمير اللي تعطينا الأرضية القانونية لتدوير المجال. هناك كان تقدم، حنا تنتمنوا هذا المجهود اللي دار، ولكن بالتأكيد خصنا نطوروا المحاولة ديالنا نحو المزيد من التشاور، المزيد من الليونة، نركزوا على المسائل الأساسية باش حقيقة يكون عندنا وثائق تعمير قابلة للتفعيل، قابلة للإنجاز. ثم كان كذلك واحد عدد دراسات تقوم بها الوكالة مواكبة أساسا للجماعات الترابية والمنظمة المحلية فيما يخص إعادة هيكلة ديال واحد عدد الدواوير، فيما يخص كذلك تأهيل الحضاري إلى غيرها من الدراسات. بطبيعة الحال الدراسات حنا مطالبين بتجويدها ويكون الحاجز ديالنا والقابلية ديالها للتفعيل من خلال واحد عملية التشاور. ثم كان واحد الدور كذلك أساسي ديال مواكبات الاستثمار، كل ما يسمى بالتعمير العملياتي وخاص البناء، مواكبة الاستثمار إلى غير ذلك. هنا كاين عمل، ولكن بالتأكيد خاص نعزوا العلاقات ديال التشاور، لأن الوكالة هنا باش تساعد على معالجة واحد عدد الإشكاليات احترام طبعاً واحد عدد الضوابط القانونية. وكاين إشكالية كبيرة موجودة ديال العالم القروي، كيفاش من خلال التشاور نصيبوا الحلول اللي تتوفق ما بين من جهة الحق المواطنين في السكن وهذا حق قصوري، وجهة مراعاة واحد العدد الإكراهات والتوازنات الفلاحية إيكولوجية سلامة المواطنين، تجنب واحد تشتت مفرط السكن إلى غير ذلك. إذن هذه مناسبة باش المواضيع كلها تناقش من خلال المناقشات الحاصلة ديال الوكالة وبرنامج العمل ما بين الوكالة وأساسا المسؤولين ديال والمنتخبين ورؤساء ديال الجامعات الترابية في المنطقة.